بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله اليوم راح نتكلم في هذا الدرس عن خيوط الفطر. طبعا خيوط الفطر يسمونها بعض العلماء الحيافات. طبعا هذه الحيافات تمتد دون أن تدخن ولا تتقلب. طبعا بالعادة تعيش داخل التربة أو داخل الأنسجة الحية أو الأنسجة الميتة من مخلوقات ميتة، وبالعادة التي تعيش داخل الأنسجة الحية تكون نوعها طفيلي، نوع من أنواع الطفيليات. هذه قادرة على أنها تمتص الماء والغذاء من المحيط. أيضا تتطور هذه الخيوط وتتكاثر وتكون بارزة بشكل أكياس، يتكون داخلها نوع من أنواع الأبواق، وهو نوع من أنواع الخلايا صغيرة وخفيفة جدا، يمكنها الانتشار بسهولة. وتختلف طبعا عن البكتيريا، لأن البكتيريا بالعادة هذا تطور بسيط جدا من الأبواق، وبالموت يعني تقتله بالحرارة، يعني تحتاج إنك تقتله بحرارة عالية جدا تصل إلى 120 درجة. طبعا عند وقوع البوق في وسط بيئة من النباتات تتولد شبكة من الخيوط متطورة جدا اسمها يعني بداية الفطر الجديد. يعني عندما تسمح البيئة بتكوين الفطر يتكون هذا البوق في هذه البيئة، وهي مستوى من مستويات الفطريات بس أقل. تتولد شبكة عظيمة جدا من الخيوط الليفية، ويتكون الفطر وينتشر بسرعة جدا. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس لاحق.